نعم، أسمع الأحاديث. حديث زيد بن الأرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فينا، خطيبة، نعم. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: إذا هذا حال خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فيها موعظة وفيها تذكير. نعم. ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. نعم، إذن هذا أول وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاستمساك بكتاب الله، لأنه سيأتي زمان على الناس يزهدوا بكتاب الله عز وجل، فأوصاهم بما فيه النجاة، وهو الاستمساك بكتاب الله عز وجل. أيوة، ثم قال: أهل بيتي أذكركم فحث الله. على كتاب الله ورغب فيه. نعم، ثم قال: ثم قال: أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. نعم، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. طبعا الوصية بآل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من زوجاته وذريته وأصهاره كلهم، نحن نحبهم ونواليهم ونناصرهم ونستوصي بهم